الخيال العلمي او الساينس فيكشن كانت حاجه بتستهوينا كلنا من واحنا صغيرين، وفي ناس كتيره جدا هاويين لهذا الموضوع وبيحبوه جدا، لكن كمان مش مجرد هوايه لكن خدوه مرحله الدراسه. لكن كمان احنا بقى كمتابعين كلنا صحينا من يومين على خبر مهم جدا ما بنسمعوش كل يوم، خبر يمكن يكون مفاجاه ويمكن يكون بدايه لحياه جديده. سمعنا ان ناسا قالت انها اكتشفت كوكب شبيه جدا لخواص الارض، وان ممكن كمان تكون عليه حياه، واطلقوا عليه كابلر 22 بي. هنعرف اكتر ايه حكايه كابلر 22 بي، وهنعرف اكتر كمان ايه الموضوع دوت، يعني هل فعلا ممكن ننتقل للحياه في هذا الكوكب عادي لو الدنيا بقت زحمه عندنا وكده ولا ايه، من خلال فقره اعتقد انها ممكن تكون شيقه جدا لاي حد مهتم بهذا الموضوع. وهيكون معانا فيها الدكتور علاء ابراهيم، وهو استاذ فيزياء الفضاء بالجامعه الامريكيه، وايضا باحث سابق في وكاله ناسا. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك. صباح الخير. ايه حكايه كيبلر؟ طب احنا عندنا حدثين في الحقيقه فعلا، يعني كيبلر يعني ده موضوع يعني اكتشاف جديد، هو اول توأم لكوكب الارض. وطبعا عندنا خسوف القمر اللي بيحدث مساء. في الحقيقه طبعا الانسان دلوقتي يعني بيبحث، هل هو الصوت الوحيد في الكون؟ هل الحياه يعني لها عنوان واحد في الكون وهو كوكب الارض ام لا؟ يعني تحول هذا الموضوع زي ما حضرتك اشرت من خيال علمي الى بحث علمي. فالان يعني من نصف التسعينات تحديدا سنه 95 اول اكتشاف لكوكب خارج المجموعه الشمسيه. احنا طبعا نعرف ان احنا عندنا الشمس وعندنا 8 كواكب اخرى احدها كوكب الارض. هل يوجد مثيل لهذا النظام الشمسي؟ هل يوجد مثيل لكوكب الأرض؟ وهل يوجد مثيل للجنس البشري؟ أول كوكب اكتشف سنة 94. حتى الآن في أكثر من 600 كوكب اكتشفوا الإنسان، وأكثر من 450 مجموعة شمسية أخرى موجودة. لكن هل يوجد حياة على هذه الكواكب؟ في معيار مهم جدا، وهو ما يطلق عليه الهابيتابل زون او مسافه او منطقه الحياه. لازم هذا الكوكب يكون على بعد ملائم جدا من الشمس بتاعته، بحيث الماء يوجد في حاله سائله، ما هوش قريب قوي فيتبخر، وما هوش بعيد قوي فيتحول الى جليد. ففي الحقيقه كيبلر 22 بي بيحقق هذا الشرط. فهو موجود على المسافه الملائمه من النجم بتاعه، من الشمس بتاعته، بحيث ان درجه حرارته 22 تمام، درجه مئويه. ده يعني درجه حراره ملائمه جدا للماء ان هو يبقى موجود. درجه حراره الارض قد ايه؟ يعني طبعا بتتغير طبعا زي ما حضرتك عارف، وفي فصول اربعه، فطبعا هم بياخدوا المتوسط الافرج بالظبط. هو قد ايه بقى بالنسبه للارض؟ احنا عندنا طبعا في حدود حاجه و30 حاجه و30 فده في الحقيقه ملائم جدا. المعيار الثاني في الحقيقه ان يبقى في طبعا يعني اينما وجد الماء، اينما وجد مصدر للطاقه، وده طبعا بيجي من الضوء ومن الحراره اللي جايه من النجم. المعيار الثالث وهو الاهم، انه يوجد غلاف جوي يحمي هذه الحياه التي يعني تنشا على سطح هذا الكوكب. بس قبل كده احنا محتاجين نعرف، هل هذا الكوكب هو كوكب صخري له تربه يمكن ان يكون يعني تقوم حياه نباتيه و ام هو كوكب غازي؟ يعني اذا كان كوكب غازي فلن يستطيع الانسان يعني ان يجد حياه مماثله للحياه التي تنشا على كوكب الارض. فده في الحقيقه يعني بالظبط كده، يعني احنا لسه دلوقتي يعني الخطوه الاولى هي ايجاد هذا الكوكب، التاكد من ان هو موجود في الهابيتابل زون او منطقه قيام الحياه. الابحاث اللي جايه هتعرفنا هل يوجد غلاف جوي يحمي هذا الكوكب، هل له مجال مغناطيسي برضو بيحميه من العواصف الشمسية ومن الأشعة الكونية، وهل يوجد له يعني تربة وسطح صخري يمكن أن تقوم عليه حياة موازية لحياة الإنسان على الأرض. وليه سموه كيبلر 22 بي؟ هو في الحقيقة كيبلر ده اسم التلسكوب أو المرصد الذي اكتشفه، وهو سمي على اسم العالم كيبلر، اللي هو أول من وضع نموذج يعني رياضي له قوانين ثلاثة بتشرح المجموعة الشمسية اللي احنا عندنا مثال ليها. وفي الحقيقة دي كانت بداية فهم الإنسان الصحيح لمكانه في الكون، وإن احنا بنعيش في مجموعة شمسية الشمس هي في المركز وليس الأرض. كان الاعتقاد السائد اللي يعني ظل لآلاف السنين إن الأرض هي مركز الكون. يعني كيبلر وضع
القوانين التي يعني وضعت الإنسان في التصور الصحيح لمكانه في الكون. يعني هل لو فعلا تم بقى يعني ثبوت هذا الكوكب وخلاص تسجيله على ان هو كوكب جديد والكلام ده تمام. كله، هل هيفضل على طول اسمه كيبلر 22؟ اكيد طبعا. خلاص الاسماء لا تغير يعني. بالظبط، هو تخليدا للتلسكوب وتخليدا للعالم اللي قام بهذا الاكتشاف. طيب الريسيرش دوت او الابحاث ديت، علشان حضرتك قلت هي كذا لها كذا مرحله، الى تمام. ان يتم فعلا اثبات او عدم اثبات احتماليه وجود حياه على هذا الكوكب، ممكن ياخد وقت قد ايه؟ طبعا بياخد وقت على حسب كمية الأرصاد وعلى حسب كمية التكنولوجي الجديدة أو التقنيات التي يمكن للإنسان يعني أن يدرس هذا الكوكب بها. خلينا نقول إن قبل التسعينات كان العدد زيرو، لا يوجد كواكب أخرى تشبه كوكب الأرض، ولا يوجد كواكب أخرى خارج، ولا يوجد مجموعات شمسية أخرى خارج نطاق المجموعة الشمسية. تطورت التكنولوجيا، بدأ عصر الرصد الحديث اللي بيخلي الإنسان قادر على إن هو يرى بعيدا ويرى أيضا بدقة، فزاد العدد من صفر إلى أكثر من 680 كوكب آخر، وزاد عدد المجموعات الشمسية اللي هي زي المجموعة الشمسية بتاعتنا من صفر إلى أكثر من 450. خلينا أضيف إن الكوكب ده حجمه حوالي مرتين ونص حجم كوكب الأرض، والسفر إليه ياخد أكتر من يعني خلينا نقول إن بعده الأول 600,000 سنة ضوئية. يعني لو حضرتك بتسافر بسرعة الضوء تاخد 600,000 عام. طيب خلينا نضرب خيالنا العلمي قبل ما نكون بالبحث العلمي، قبل ما نتكلم على الخسوف، يعني خلينا نضرب مثال، يعني تفرض فعلا في حياه وفي احتماليه حياه وفي ارض وفي عيشه وفي دنيا وبتاع، وممكن تنتقلوا وتعيشوا وتروحوا في كيبلر، يعني هل ده ينفع اصلا ولا ما ينفعش؟ ولو هنسافر احنا برضه بنتخيل، لو هنسافر هنسافر ازاي؟ ممكن ياخد وقت قد ايه وكده، ولا يعني طبعا ده ضرب من الجنون وكده؟ لا، هو طبعا يعني لو المعايير الثلاثه وجدت ان هو موجود في منطقه وجود او قيام الحياه، ده اوريدي يعني تيقن منه الانسان، وجود غلاف جوي لم نتيقن من ده، وجود مجال مغناطيسي يحمي هذا الكوكب لم يعني نتاكد من ده، ثم ايضا ان وجود ليه تربه وسطح صخري يمكن كل ده ان لو تمام نهبط عليه، لو كل ده تمام يبقى احنا مستنيين بقى يعني اكتر من 100-200 سنه، بحيث ان وسائل المواصلات للانسان تبقى اسرع ونقدر نوصل فعلا عليه في وقت يعني يبقى مقارب لعمر الانسان. انت بتحط رائد فضاء على مركبه فضاء، رائد الفضاء ده ليه عمر، وقول يعني هتقول 100 سنه، طيب بس انت عندك لو هتمشي بسرعه الضوء هتاخد اكتر من 600 عام لو ماشي بسرعه الضوء، وده لحد دلوقتي ده زي ما بيقولوا كوزميك ليميت، وان كان هناك يعني بعض النتائج الجديده اللي وجدت ان يمكن بعض الاجسام تسير بسرعه اكتر من سرعه الضوء، ده يعني اكتشاف جديد لم يتاكد بعد، لكن اذا انت بتمشي باقصى سرعه موجوده صعب، لان انت محتاج 600 سنه عشان توصل، الا بقى لو هتبعت مدينه والمدينه دي فيها احياء يبقى في توالد وفي تكاثر، وان في اجيال هي اللي هتوصل، ما هياش الاجيال اللي بدات الرحله. موضوع مثير طبعا جدا.